اول هدف، اول هدف لإلتشي هنا في هذه اللحظات في مرمى الحارس ناباس، يسجل ايدو مرمى رايو فايك. وامامنا هنا شوف عجبها قد ركل الجزاء توقف لاني يعني وحي خيال حكم المباراه اللي اعطاها وبالفعل سجلها ايدو البكار على ركله الجزاء. وادي امامنا خامس عملها حلوه 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 يا ولد جارس بيل. جارس ادي امامنا خامس بس رودريجيس يعمل شغل الحلو وجارس بيل هو النجم الويلزي اللي سجل طريقه السوسيداد مرمى ديبور فين احد سجل في بازل حلوه قوي وعلى طول في قائمة الفين. بص شوف هيمس وبص الرأسية حارس مانو هيريرا يعني من تيتيتون لمانو يحزن الاثنين ضعاف قوي لكن هو جاي لمسة بايه اللمسة بركلة الجزاء لباس جامس اللمسة بركلة مبنى مرسي يعني في لقطة غريبة قوي مع موسكيرا مع وفي نفس الطريق يعني ركلة الجزاء كريدو أربع أهداف من الرقم لتيفانو ثمانية وستين هدف اوروبا ويبتعد راؤول في تتكلم عن تشامبيونز ليج 70 كريستيانو 9 وادي امامنا رونالدو 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 يا عيني يا عيني يا رونالدو يا احسن لاعب في العالم رونالدو يزداد جلاوه يسجل بعد ما لقى ركل الجيم معك يلد هنا اللمسه رونالدو مانشستر يونايتد كيه وفعاليه ومسؤوليه ورونالدو شوف حاطط يا عيني في المقص الشمال راح فين راح فين مانو فين هيريردو امام منتخب ايه منتخب البرازيل وهي رونالدو وهو رونالدو اللي بيسجل دائما الطريق الالتشي ادي يعني بالراس ولكن تدخل رونالدو الهدف والهدف الثاني امام بيليجرين فان رونالدو يحتاج الى فريق باكمله عشان